السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالكم. جينا معكم فيديو جديد وحلقه جديده. دونك كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، وهاد لا فيديو هادي تلقاكم باحوال مزيانه. جينا معكم فيديو جديد كالعاده، وفيما يخص لوفر دومبلوا. فاليوم غادي نهضروا على شركه جديده اللي هي مجموعه العمران. الوغ كي كنعرفوا مجموعه العمران، فهي شركه مغربيه حكوميه، اهم المهام ديالها هي تابعه للحكومه المغربيه، فهي كتقوم بتطبيق المخططات المقترحه من طرف الدوله فيما يخص البناء، فيما يخص الاسكان الى اخره. فهذا هو لو دومين ديال هاد الشركه هادي، فهو الاسكان والبناء. الوغ اليوم كي كنقول لكم هاد الشركه هادي، فهي كتفتح فرصه لمجموعه ديال الشباب انهم يخدموا، وهي من بين الشركات اللي كتقدر انها تاكسبتي لي جون افيك او سان اكسبيريونس. يعني كتقدر انها تاكسبتي لي جون اللي ما عندهمش الاكسبيريونس، يعني ما كيشكروش ليها مشكل، كتقدر انها تاكسبتيهم سوا كيبداو بدي ستاج بري امبوش، لي ستاج كيكونوا بيان سور ريمونيري ومن بعد كيكون الترسيم، اولا كيبداو ديريكتومون على حسب لو بيزوان ديال الشركه. فكنصحكم انكم بدون تردد تدخلوا للاستماره، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، انكم تدخلوا تعمروا الاستماره ديالهم، فيها جميع المعلومات، تخليو لهم ميساج اللي غادي يدوز ديريكتومون يدوز لهم نيشان في لو سيت. فانتوما غادي تدخلوا لو سيت غتلقاو الاستمارات ديالهم، غادي تمشيو للكارير، غادي تلقاو مجموعه ديال المعلومات اللي غادي خصكم تدخلوها في الاستماره فيما يخص الاسم، النسب، نيميرو التليفون، لادريس ميل تاع. دائما كنوصيكم تحاولوا انكم هذوك الخانات يكونوا كلهم عامرين بمعلومات اللي هما صحيحه. ما عندكش ليكسبيريونس ما ديرش ليكسبيريونس في سي في، وحتى في البلاصه فين تيعطوك انك تختار واحد المجموعه ديال الاختيارات فيما يخص ليكسبيريونس ولا ديبلوم ايتترا. فإلا كنتي جون ديبلومي دير جون ديبلومي، عندك باك بلس 2، باك بلس 3، باك بلس 5، تمشي عاوتاني لابار ديال لا سبيسياليتي، غادي تشوف لا كونطابيليتي لا اي راش ايتترا. فغادي تمشي على حسب لو دومين ديالك وعلى حسب انت شنو عندك في لو سي في. كي قلت لكم راه حتى لي ديبيطون كيقبلوهم وكياكسبتيهم. الوغ غير خصكم تعرفوا كيفاش تعمروا الاستماره ديالكم، ودائما تعمروا وتعاودوا تعمروا بليزيوغ فوا. كاين بزاف ديال الناس اللي كيكتبوا لي في لي كومونتير مثلا انا يلا عمرت هذيك 15 جوغ ما عيطوش ليا، ما غاديش يعيطوا في 15 جوغ. يعني خاص يكون واحد شغا نقول لكم واحد في المليون باش انهم يعيطوا لك في 15 يوم. الا كان فريمون ان بوزوا وكان واحد الظهر انه يطلع بارمي لي سي في ديال لي سي في اللي هما هزو، غيطلع السي في ديالك في ديك لا بيريود، في ديك الوقيته اللي انت صيفطتي لو سي في ديالك، هما كيهزو لي سي في وغادي يعيطوا لك. فباش يعيطوا لك في سيمانه 15 يوم صراحه قليل فاش تيعيطوا، يعني غادي خصك ولا بودا كتاخد شي شويه الوقت باش نكونوا واقعيين. يعني ما غاديش نجيو نقولوا راه كاين بزاف ديال الناس اللي هما كيدفعوا وكي اكسبتيو لهم لي سي في ديالهم وكيعيطوا لهم بوغ دي زونتريتيان، وكاينين الناس اللي كيعيطوا لهم وكيدوزوا لونتريتيان وكينجحوا في لونتريتيان وكيبقاو يتسناو باش يعيطوا لهم باش يجيو يبداو. دونك ها هما نجحوا ولكن باقيين اون اتونت لو طون باش يخوالو لو بوست، لو طون باش جو سي با مثلا الناس اللي غيديروا لا فورماسيون. كاين ان بروغرام اللي كتمشي عليه كل شركه بوحديتها على حسب الشركه، على حسب لو سيستم ديالها، لا استراتيجي، الطريقه باش تخدم ايتترا. فبالنسبه ليا باش تقولوا لي سيمانه 10 ايام غادي يعيطوا لكم ولا 15 يوم غادي يعيطوا لكم، لا. ودائما تنقولها وكنعاودها، فملي تكون استماره ولا كتكون ادريس ميل دائما كنصيفطو كنعاودو نصيفطو كنعاودو نصيفطو بليزيوغ فوا. لان شوف ملي تنقولو اوفر دومبلوا، عرفو راه ما كاينش غير واحد ولا جوج ولا 20 ولا 100 اللي كيصيفطو لداك لوفر، راه كاينين بزاف ديال الناس كيصيفطو لداك لوفر، كاينين ميم لي زيكسبيريمونتي، كاينين الناس اللي هما خدامين او ميم طون كيبورسيو وكيصيفطو. دونك هنا خصكم تعرفو راه في لوفر دومبلوا راه ما كاينش غير الناس اللي هما ما خدامينش هما اللي كيصيفطو لي سيفي ديالهم، حتى الناس اللي هما خدامين وكيبغيو يبدلو لا سوسيتي، كيبغيو كاين اللي مثلا خدام فشي شركه اللي هي صغيره كيبغي يحسن لا سيتوياسيون ديالو كيدفع شركات اللي هما كبارين ايتترا. دونك كي قلت لكم دائما الفو بوستولي بليزيوغ فوا، مره وجوج وثلاثه، ودائما يكون عندك ان بروغرام. بالنسبه للشركه فيما يخص البناء والاسكان، دونك لي سبيسياليتي على حسب كل واحد و لو دومين داكتيفيتي ديالو، يعني لا كونطابيليتي لا اي راش ايتترا. فبلا ما نبقاو نعاودو اشاك فوا نفس لي سبيسياليتي، وبلا ما نبقاو نعاودو اشاك فوا شنو كاين لوديت كونترول جيستيون لا اي راش ايتترا. راه كل شركه ملي كنهضرو على شركه كبيره كنهضرو على بزاف ديال لي ديبارتمون، وكنهضرو على بزاف ديال لي بوست، كنهضرو على بزاف ديال لي ميتي ايتترا. كي قلت لكم فملي كنهضرو على البناء راه كاين بزاف ديال
البناء والاسكان راه فريمون كاينين بزاف لي انجينيور ايتترا ايتترا. وهذا الشيء كي كنقول لكم دائما تدخل وتشوف لي بار، هادوك لي بار اللي تيعطيوكم ولا دوك الخانات كتمشي لي شوا اللي تيعطيوكم. مثلا راه دي فوا الا ما كانش شي حاجه كيقدروا يكتبوا لكم اوتر، يعني انت اولا انت كتبركي على اوتر، دونك على حسب سبيسياليتي ديالك الا ما لقيتيهاش في لي شوا كدير اوتر، يعني عندي شي حاجه مغايره لداكشي اللي هو كاين. داكور، دونك كتعمروا الاستماره ديالكم، كتكوشيو داك لاباغ اللي كيكون فيها، لان شاك استماره ولا كل استماره كتكون فيها هذيك لاباغ بانك خاصك تكوشي لاباغ كوم كوا راك ماشي روبو، راه انسان بيرسون فيزيك اللي هو كيعمر هذيك الاستماره. الوغ كي قلت لكم هذيك كتعني بان اون بيرسون فيزيك اللي هو خدام في لو سيت ماشي روبو. بالنسبه من بعد كتمشي كتيليشارجي لو سي في ديالك. الناس اللي كيقولوا لنا بان لو سي في ما كيبغيش يتيليشارجي ليهم، لو سيت ما خدامش ايتترا، شوف دي فوا عافاك غير بقاو تشوفوا صندوق الوصف. راه بالنسبه للفيديو اللي درت قبل، الناس اللي كيقولوا لي ما كاينوش الاستماره، انا ما قلت لكمش الاستماره في الفيديو اللي فات، كاينه ادريس ميل فين غتصيفطوا لو سي في ديالكم، راه كاينه لادريس ميل. لو سيت خليتو لكم غير باش تعرفوا لي زانفورماسيون على الشركه بوين فينال، يعني ما عندها حتى شي علاقه، يعني ما غادي تدخلوا تلقاو لي زانفورماسيون على لا سوسيتي، ما غاديش تلقاو الاستماره. مي كتكون الاستماره تنقول لكم دخلوا راه لو سيت ديالهم كتمشي للكارير ولا كتمشي للريكروتمون ولا كتمشي للار اش على حسب كل سيت وشنو تيكتبوا فيه، وكتلقى الاستماره ديالك وكتعمر جميع المعلومات. داكوغ، ودي فوا راه تنخليو في لو ليان اللي كيدخلك نيشان الاستمارة، يعني بلا ما تدخل لو سيت وتبدا تقلب. فملي كتدخل الاستمارة وكتعمرها، ديك الساعة يمكن لك تبدا تقلب وتبدا تاخد دي زانفورماسيون ودير دي غوشيرش على لا سوسيتي، باش هكا ملي تبغي دوز لونتخاتيان ديالك يكون عندك واحد الفكرة اللي هي شاملة على لا سوسيتي. وكي قلت لكم العمران فهي شركة مغربية حكومية تابعة للحكومة المغربية فيما يخص مجال البناء والإسكان. دونك بالنسبه لكل واحد يقدر انه يبورتولي ان ديبيوتون، شي حد اللي مازال ما عندوش ليكسبيريونس، شي حد اللي ديجا عنده ليكسبيريونس، فكلشي كيصيفط ليهم على حساب لو سي في كتيليشارجي. الا ما بغاش يتيليشارجي عرف راه ان بروبليم في الفورما اللي عندك فيها لو سي في. داكور، حاول انك تبدل الفورما ديال سي في ولا شي حاجه. ديما لو سي في اي لا لتر دو موتيفاسيون يكونوا عندك واجدين، دونك باش مي كتبغي تبورتولي ما كتلقاش دي بروبليم. قبل ما تمشي للاستماره كتمشي تقلب اول حاجه واش لو سي في مزيان، واش مي كتحلو كيبغي تحل ليك، واش ما كاينش ان بروبليم. لا لتر دو موتيفاسيون بزاف الناس كيديروا واحد الغلط، لا لتر دو موتيفاسيون كتكون مثلا ديجا هما صيفطوا لواحد الشركه وكيبقاو المعلومات ديال نفس الشركه كيصيفطوها لشركه واحده اخرى بلا ما يردوا البال. فهادو شي دي ديتاي اللي هما صغيورين، خاصكم تردوا لهم البال باش ما يديروش لكم مشكل، لان هنا كتكون بالنسبه لشي واحد اللي غادي يحل لا تخدم موتيفاسيون غيلقاها بسميه ديال شركه واحده اخرى، هنا كتبين لك عدم الاهتمام ديال هذاك لو كانديدا، يعني هو ما عطاش حتى الاهتمام انه يموديفي لي زانفورماسيون ديالو باش يهز سميه ديال شركه واحد سميه ديال شركه واحده اخرى. ماشي عيب انك تصيفط بزاف ديال الشركات، وانما العيب هو انك ما تراجعش المعلومات. كتبقى لا كونكورونس، كتبقى كل واحد كتجي النفس على البلاصه فين هو خدام، فملي تلقى شركه واحده اخرى تيقول لك وهذا ما عطاش حتى الوقت فين يبدل السميه، فهو داير كوبي كولي على 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 حاجه وحده وتيعاود يصيفطها ويعاود يصيفطها. كل واحد كيفاش غادي يفهمها، كاين اللي غادي يفهم بانك ما فاهمش شنو هي لا ليتر دو موتيفاسيون. دونك انا كنحاول غير نعطيكم هذا دي زانفورماسيون، نعطيكم شويه ديال المعلومات، اي او ميم طون كنحاول نجاوب على دي كيسيون اللي تلقاوهم اولا دي كومونتير اللي انا كنلقاهم في لي فيديو، باش كومسا كل فيديو نجاوبو على شويه بشويه، وهكذا الاستفاده كتعم الجميع. كي قلت لكم لا بار دانفو غادي تكليكيو على لو تيتر يخرج لكم المعلومات، غتلقاو الاستماره غتعمروا فيها جميع المعلومات، وغادي تلقاو حتى فاش ديروا اون بتيت ريشيرش باش تاخذوا فكره على الشركه وشنو تدير ولي طاش وتتيغا. وكل واحد مثلا عنده شي دومين يمشي يقلب على داك لو دومين ولا يشكي تصلح في ديك الشركه وشنو هما الحاجات اللي تحتاجو بالضبط، لان راه واخا تكون عندك نفس الدومين مثلا عندك كونترول جيستيون ولا اوديت ولا 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 ولا، فراه الحاجه كتختلف من شركه لشركه. دونك ما فيها باش ندخلوا ونحاولوا اننا نقلبوا ونشوفوا شنو هما المعلومات اللي يمكن لينا ناخذوهم، يكونوا عندنا دي زانفورماسيون دو بلوس اللي غينفعونا في لونتريتيان او ميم طون غادي ينفعوك باش مي غادي تبغي ان شاء الله الا تقبلتي ودخلتي معاهم فهادو معلومات اللي هما كيكون سينا الا ما كتبش وما تقبلتيش مثلا في لونتريتيان تيبقى عندك معلومات عامه لانك كتقدر تعرفها وكيكون عندك هكا واحد الفكره على كل شركه شنو تدير شنو هو السيكتور داكتيفيتي ديالها كيفاش كتخدم. انت او ميم طون كدير اون بريباراسيون بوغ لي زونتريتيان او ميم طون كتجمع واحد الباجاج ديال المعلومات على شركات مختلفه في
كي كنقول دي دومين اللي هما مختلفين داكا. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم في هاد لا فيديو هادي. دخلوا عمرو، كنتمنى حد موفق للجميع. خليو لي دي كومونتير ديالكم بيان سور، خليو لي اقتراحات ديالكم. كنتمنى لا فيديو تكون عجبتكم، وكنضرب لكم مواعيد في فيديو جديده ان شاء الله حلقات مقبله. شكرا على المشاهده والى اللقاء.